يكتن الرسول صلى الله عليه وسلم يغلكم من عشر أيام للقرآنين رمضان هذه السكوت والعبادة هذه التزايد هذه فتن كارتسكار غلول رمضان هذه السكوت العبادات هذه السكوت القربات سربي تبارك وتعالى أشكو عشر أيام للقرآنين رمضان إلا قسن يلاش المقرن تلاقي سنة ينضيط التقان ليلة القدر ينضيط يسكسر ربي تبارك وتعالى يلا يجرم قول ومن التقوم لغن ربي تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر انضيداد والنتيران أيوه الفضلنس يوي البركانس يوي الأجرنس لابد أي صبرك أي يونس أي صبرك أي يونس فطاعتنا ربي تبارك وتعالى غصانة لقرين غرمضان لأن أتنا ربي تبارك وتعالى لخم سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وكان بنادم هانا دوري عقز هانا التوريمز الإحباط التوريمز تقل تهاوى النفس أي شخص طاعات غصان القرآن غرمضان لابد بنادم أي تزالي ما غني كتوقات قوتنين أي ربح ويورد مباركي غير عيدنا ربي تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات هان الخير الخيرات يخسى أساس نتزل يخسى أنك تقوتنا أن ربح نقول اللي في دار ربي تبارك وتعالى نقف العباد اللي خلصني ربي تبارك وتعالى نقف العباد اللي قوم أظم رمضان إيمانا واحتسابا.